سيد الوزير الاول مرحبا بك معنا عبر امواج اذاعه جيل افام. الله يسلمك. انا ثاني راني فرحان بزاف معكم. ف كما قلت لك دركا 10 سنوات نقصت من حياتي دونك شو تريزور فرانشمون. صح مرحبا بك السيد الوزير الاول عبد العزيز جراد. فقط نقول لك السيد الوزير انه هذه اول مره السيد الوزير الاول اول مره وزير اول يحضر في اذاعه جيل افام. على بالك بلي انا شو دابور بروفيسور يونيفرسيتي حياتي كامله قريب للشباب حياتي كامله مع الشباب حياتي كامله دونك وبديت المهنه نتاعي كاستاذ في التكميليه الكوليج تاع لا مونتاني الحي لا مونتاني الله يبارك دونك دونك العلاقه نتاعي مع الطلبه خلتني نتاقلم دائما مع كل سنه وخاصه على بالك في الجامعه انا جيدي دكتوران من ثاني ونحب ندرس جماعه ليسونس ليسونس لانه لا باز هي الصح قاعده عندك ما تكون دونك هذا هو السبب في نفس الوقت الوزير الاول مي خاصه سورتو لو بروفيسور وخاصه السيد الوزير الاول اللي نحن صحفيين شباب ما كانش عندنا بزاف الفرصه انه يكون عندنا لقاءات خاصه هكذا مع وزير الاول اذا اليوم حنا شرف لنا انه وحنا شباب نتقاسموا بلاطو هكذا عبر امواج اذاعه شباب مع وزير الاول شكرا جزيلا يعيشك با سسرا با لا ديرير فوا ان شاء الله مرحبا ان شاء الله بك اذا السيد الوزير الأول احنا نحتفلوا أولا البارح كنا استرجعنا رفاة شهداء المقاومة الشعبية احنا جيل اليوم الأبدان تقشعر احنا البارح شغل عشنا ذكرى تاريخية ما عشناش وقت الاستعمار ولكن البارح كان عنده رمزية ودلالة كبيرة لنا احنا الشعب لأنه شهداءنا بالك البارح شفناهم كانوا يدفنوهم والمستعمر هنا من بروفيتيوش من هذيك أنه نشوفوا شهداءنا قدامنا يندفنوا وحنا نترحموا عليهم اليوم نحن ننعم بالاستقلال ونشوف شهداءنا مع رمزية ودلالة هذا اليوم التاريخي خاصة أنه يصادف مع ذكرى الاستقلال والشباب صح على بالك واش صار البارح ظهر لي لازم الشباب نتاعنا والجزائريين ككل يعني يفهموا باللي البلاد هذه الاستقلال ما جاش هكا. نعم. حسينا بها احنا البارح شباب. انا شو توجور ايمي كون بارل سا. توجور ايمي. باسكو سي دي ميليي دي مليون دالجيريان كي سون مور. على بالك كون 1830 اون ايتي ابان 5 مليون. اي لا استراتيجي دو كونيز فرونسي سيتي دو فار ان جينوسيد ديفينيتيف. سي دونلفي توت لا بوبيلاسيون اي دو دير سي اون تير سون بوبل كوم ايل لون في بور لا بالستين. لي سيونيست. Donc, en 1830, moi j'ai assisté, j'étais membre du jury d'une thèse de doctorat à Bordeaux. Dara Wahed, l'Amir Abd al-Qadr. Et selon le point de vue des Français, j'ai hésité, la thèse, c'est un devoir pour moi. Je lui ai dit, en 1830, il n'y a pas un jour où il n'y a pas une résistance, où il n'y a pas un shahid qui est mort. Ouais. Il n'y a pas eu jusqu'en 62. Donc, ce peuple, il est exceptionnel dans le monde. Ouais. Il est exceptionnel. Et Hna, la génération Tana, moi je suis un peu plus âgé que vous, je suis né en 54. La Hibel. Vous allez le chat. Je suis né en 54 et je suis dans une région de Flézores où, jeune déjà, j'ai vu des souffrances. J'ai vu des souffrances. Et j'ai vu la discrimination, j'étais très jeune et à ce moment-là, petit à petit, on a compris, on a vu nos parents en prison, on a vu des gens souffrir, on a vu le militaire, on a vu le militaire français. Et donc en 62, je me suis rappelé le jour où le 5 juillet à l'Istiqlal, c'était incroyable. C'est bon, le peuple est sorti. Il y a deux images qui me sont restées. Le jour de l'indépendance. Le jour du février 2019, oui. quand le Hirak est sorti, oui. Le Hirak al-Mubarak. Excusez-moi, c'est le Hirak du 22 février. Oui. Voilà. Ce sont deux moments historiques qu'il faut relever. Maintenant, les jeunes, il faut qu'ils reprennent l'histoire de leur pays, l'histoire de leur peuple. Il faut qu'ils comprennent que pour construire, il faut se mobiliser. Il faut être d'abord patriote. Il faut aimer son pays.
voilà la leçon que nous ont donné les martyrs de la Mouqawama. C'est c'est leur mémoire qui nous interpelle. Attention, tahafdou al blad hadi. 170 ans après, ils sont revenus sur leur terre. Et c'est le lien entre la liberté de la terre et la liberté de l'homme. Voilà ce que je voulais vous dire. Kifach kan chouhourk el barah? C'est chouhouri, ana chouhouri, ana je chaque fois quand fait les ظروف هذه, je n'arrive pas à retenir mes larmes. Oui. Même avec cette histoire de Mascara, c'était pas possible. C'était pas quand Kishiftam Habto, 170 ans après, vous voyez Cheikh Bouzien descendre et revenir sur cette terre, c'est quelque chose d'inimaginable. C'est vrai. Vous Cheikh Boubghlatani Kifkif et tous ces martyrs, Inch'Allah, nous allons revenir au Baqi, parce qu'ils sont 500 et quelques. Et je rends hommage à cette occasion au professeur Ali Ben. Ben Hamid, Ben Hamid, etc., qui le premier a fait des recherches au niveau du musée de l'homme à Paris, et il a découvert ses têtes et ses crânes. Alhamdoulilah, c'est un sociologue et un anthropologue à qui il faut rendre hommage. نعم هؤلاء الأبطال السيد الوزير الأول الذين ضحوا بالأمس من أجل أن نعيش هذه اللحظات وتعيش الجزائر دائما حرة مستقلة. السيد الوزير الأول وفي حديثك عن الحراك الشعبي المبارك والذي شارك فيه كثير من الشباب، احنا الشباب اللي كنا مشاركين في هذا الحراك، من بين أبرز المطالب تاعهم هي أنهم يندمجوا أكثر في مختلف القطاعات وتكون عندهم الفرصة تعود الفرصة اللي هؤلاء الشباب. احنا الوزير الاول كيما على بالك عنده افكار، عنده مشاريع، عنده طموح، عنده تلك الاراده القويه لبناء هذه الجزائر الجديده واللي نتمنوا انها ان شاء الله تكون متينه في المستقبل، لانه الحديث عن الجزائر ليس في الوقت الراهن فقط، وانما تكون جزائر قويه لعده سنوات ان شاء الله القادمه وللاجيال القادمه بحول الله. السيد الوزير الاول، كيفاش راح تعمل الحكومه لاعطاء الفرصه اكثر لهؤلاء الشباب؟ شوف، احنا علاش قلنا التسمية الجزائر الجديدة؟ نعم، الجزائر الجديدة معناه رايحة للمستقبل. صح، الأمة والدولة اللي ما تعرفش ماضيها والشعب ما يعرفش ماضيه ما ينجمش يروح للمستقبل، ما ينجمش يفهم الواقع نتاع علاش واش كنت نهضر دركا ويشوف المستقبل، مستحيل. الهبة هذيك نتاع الشعب الجزائري نتاع الشبيبة، في الحقيقة نتاع الشبيبة. أنا خرجت مع ولادي بدات في كلية العلوم السياسية، كنا أساتذة ربعة ولا خمسة أساتذة، شفنا شباب خرج تبعناهم فاهمين الواقع، لأن احنا كنا جامعة نتناقش في الأمور هذه لعدة سنوات. فالشعب الجزائري وصل إلى منعرج، تنفيراج منعرج، ولازم في تاريخ هذه، في تاريخ كل الشعوب الإنسانية، كان مراحل وين الشعب ينتفض ويتكلم يعبر على هذاك. بون، كاين شعوب بالديمقراطيه بالتعدديه الى غير ذلك، وشعوب اخرى برد فعل، فهمتني؟ والرد فعل هذا الخصوصيه نتاعنا احنا في الجزائر وكان سلمي، وهذه هي الخصوصيه اللي العالم ما فهمهاش. كي فتنا انتم كنتوا صغار، التسعينات، احنا التسعينات انا سوفير، واحد بيجي خارج لبرا للدار يقول ربما ما نرجعش، فهمتني؟ دونك الحمد لله هذه السلميه هذه باش جات اولا السلميه نتاع الشعب الجزائري بالذكاء نتاعو، والسلميه نتاع الدوله ونتاع الجيش الوطني الشعبي. فو ريكونيتر سا، لازم الناس يقدروا الفو افوار لونيتي انتيليكتويال دو لو دير. الجيش فهم باللي الشعب الجزائري والشبيبه هذه حبت التغيير ورفضت نظام اللي اهان الجزائريين، مش قضيه تاع اكل ولا تاع كذا، ولكن يقول كيفاش يعني نوصلوا وين امور، يعني ما عندناش رجال، ما عندناش نساء في البلاد هذه اللي تنجم تسير البلاد. اوكي، لا ريبتور هذه درك. احنا هذا الحراك هذا لازم نتمنوا انه نستوعب كل الاشياء اللي فيه مليحه، وهذا الحراك يكون يجمع كل الجزائريين، ما يقسمش الجزائريين. والحلول الآن لازم تكون حلول بتوافق، نتفاهموا مع بعض، فهمتني؟ ونبنيو التصور نتاعنا، لأن هذه هي الجزائر الجديدة.
الجزائر الجديدة لازم تكون بالاحترام، تكون بالمحبة لفراترنيتي، وتكون بإرادة لبناء جزائر جديدة سلمية. سلمية، وهالكلمة هذه مخرجت. وعندما يقول الشباب في البداية جيش والشعب خاوة خاوة، لأنه فاهمين احنا بلي لوساتور نتاعنا نتاع الدولة الجزائرية هي الجيش الوطني الشعب. لأنه على الجيش كذلك هما شباب الجيل الجديد اللي جاء، على بالك ما بقاش درك الجيل نتاع الثورة كل تقريبا ربي يرحمهم بداوا يتوفاو قليل اللي بقى. دونك لازمنا كي نوصلوا نبنيو نمط سياسي اللي نحافظوا على التوازنات، لا ليزيكيليبر، لوحدة الوطن، با كيستيون دو وحدة الوطن ووحدة الشعب الجزائري. هذه هي نهار ان شاء الله، لانه شوف الجزائر شحال دركا من 1962 اليوم شحال سنة؟ 58 سنة. اي مازال يعني في تاريخ امة ديستوار دو الجيري صافي 4000 الجيري سي با فهمت، تبدا 4000 سنة وتحكم اون ايتون ترند كونت لو ديستا دان بوبل سي كونستروي بار سي انفون. وان شاء الله هذا الامل هذا نوصلوا له تدريجيا بطريقه سلميه، ولازم كل واحد يلقى عنده المكانه تاعو، كل واحد لازم يلقى المكانه تاعو، كل واحد عنده الحق في البلاد هذه، وكل واحد عنده الاراء تاعو، وما تنجمش ما نجموش كون نفكروا كيف كيف، مستحيل نفكر كل واحد يفكر كيف كيف، لا انا ولادي يدي ديفيرجونس على ميزون سي فري. دونك هذه هي دونك الطبيعه هذه لازم احنا نحترموها ونقدروا بعضنا، والكلام اللي ماشي مليح ما نقولوهش، وبشويه بشويه ان شاء الله انا جو سوي كونفينكو ك لافنير دالجيري سرا انا افنير راديو ان شاء الله. السيد الوزير، الاول هذا اللقاء هو يبث عبر مختلف القنوات المحليه عبر مختلف ولايات الوطن، كاين شباب راهم يسمعوا فينا ثاني دوكا من كل الولايات، بالك حنا كي رانا هنايا في اذاعه الشباب رايحين نهضروا باسمهم، رايحين نكونوا بورت بارول ديالهم. في حكومتكم وشنو هي الاستراتيجيه اللي رايحين تتبعوها حتى تهتموا اكثر بهذه الفئه تاع الشباب في مختلف الميادين؟ دابور عندنا وزارة شباب، وتسمحوا لي مع الوقت كنت نجيبهم لكم، ياسين، نسيم، ياسين إلى 26 سنة، 26 سنة في عمره، نسيم عنده 30 سنة، نسيم ديافات، كنت تعرفوه، وسيد علي، سيد علي خالدي، وزير الشباب والرياضة، تريز انتليجون، تري بريون، هذم في الحكومة ديجا كي نجتمعوا يديروا لنا واحد واحد لومبيونس، واحد الجو هكا. دونك مو جو با تير بارتيرناليست معاهم باسكو سون مينيستر زون دي ريسبونسابيلتي، مي الحمد لله عندنا السيدات، وعندنا لا ديرنيير كيفاش يقولوا لها تاع الكاتبة الدولة للرياض النخبة سليمة سواكري، اللي فريمون بريونت، اللي الفو اكسيتيرا. هذه هي ستادير سي اون ميم تو عندنا ليكسبيريونس او نيفو دو غوفرنمون، عندنا الناس عندهم تجربة كبيرة، عندهم فهمتي لازم يكون كاين احتكاك، ولازم احتكاك هذا. حنا نفهموا باش نفهموا، موش ديسكوت بوكو، عندي دي اس ام اس يبعثوهم لي، جي دي زامي مي زونفون كي اون مون نيميرو يبعثوا لي يقول لي نو سيد الوزير، وواحد يقول لي واحد يقول لي استاذ، الطلبه نتاعي كلهم يبعثوا لي دي اس ام اس. نتبع لا جونيس، جو فو كومبروندر باسكو دي فوا لا غالب الانسان، مي لي زاسبيراسيون تاع لا جونيس لازمنا نفهموها، لازمنا نفهموها. والشرط الوحيد هو انه انا سي سكو جو دي توجور، لازم الشباب نتاعنا يفهم الواقع تاع بلادو، يقرا البعد التاريخي، وهذه هذا الدرس اللي داروه لنا الاجداد نتاعنا اللي جابوهم، درس يفهم التاريخ نتاعو. ريان فاسيل مي يفوز موبيليزي، يفوز الخدمة. أنا جو كرواك أو ترافاي، أنا اللي واحد يقول لي أعطيني 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 ما نمشيش معاه، لازم بالخدمة توصل، سي افيك لو ترافاي و لانتيليجونس. شوفي أنا جي لي جون لانتيليجونس تاعهم اللي اكستراوردينار، يعني الذكاء نتاعهم الله يبارك يعطيني أنا الأمل. وكل مرحلة تاريخية برجلها وبنساها، وأنت والمرحلة هذه نتاعكم أنتوما ان شاء الله ربي يخلينا برك نسقموا شويه الامور، نخرجوا من هذه الماساه هذه نتاع كورونا وتاع هذاك ان شاء الله. وان شاء الله انا شوي كونفينكو كسا مارشر ان شاء الله. ان شاء الله. سيد الوزير الاول، كنت تحدثت منذ حين عن وزراء شباب، وهؤلاء الوزراء كاين وزير منتدب مكلف بالمؤسسات المصغرة، وآخر وزير منتدب مكلف بالمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة، لدى مصالحكم طبعا، لدى مصالح الوزارة الأولى. أنا نقول لهم ياسين ونسيم. كيفاش راهي ناوية الحكومة الآن
باش تشجع الشباب اصحاب لي ستارت اب هذوما. لو توافقني الراي السيد الوزير الاول انه الستارت اب هذه الان اصبحت موضه لدى الشباب، لكل شباب تغير الذهنيه تاعو الان. شباب اللي كان ممكن في سنوات ماضت كان يحوس على منصب شغل، الان الحمد لله الشباب تاعنا طور من افكاره، طور من طموحاته، لانه ممكن انه شاف البيئه راهي مناسبه. لما لا يقول لك انا ندير مؤسسه ناشئه. سيد الوزير الاول، كيفاش راح تعمل الحكومه لمساعده وتوجيه؟ احنا نقولوا توجيه كما قلت سيد الوزير الاول، ليس فقط دعم والدعم والدعم. نقولوا للشباب انه لابد من انه تكون هناك مرافقه لهؤلاء الشباب. شوف احنا عندنا مبدا، اولا مبدا هو انه الشاب الان مش تمدله، صحيح، خليه هو ينجز، فهمتني؟ قال نعطيك مليون ولا 10 ملايين ولا ذاك وروح. صحيح. لازم هو اللي ينشأ المؤسسة نتاعو. من الناحية القانونية درنا تسهيلات، كل التسهيلات، باش درنا حتى فون سبيسيال باش يعني اللي باش ما يفوتش على البنوك. بنوك القروض والكونترا واتونسيون كيتر، باش يمشي المؤسسة نتاعو حتى ولو يخسر، مي لو سان فون ان فون بيردو. معليش، مي على بالنا باللي كي 20% من مؤسسة تنجح تغير المعطيات كاملة. البرك دون لي ستارت اب هذم دون في اوزيتازوني في الامريكان 80% ما ينجحوش، مي كي تنجح وحدة تغير العالم كامل. جوجل سي كوم سا كسا سي باسي، سي دي جون كي لونسي هذاك، سي دوفوني ملتي ناسيونال. دونك هذه من جهة. من ناحية العقلية نقولوا له احنا نعاونوكم بصح، انت اللي تنشا المؤسسه نتاعك وانت اللي تخدم الى اخره، خير لو كرينو نتاعك وانا فون. هذه دونك اثنين لي ستارت اب لي ميكرو انتربريز هما المستقبل، لا ميكرو انتربريز. حنا درك نديروا مؤسسه كبيره وفيها مكاتب وبيروقراطيه الى اخره، قال نو، حنا خلي ان جون يبدا. جون كاين اخر عنده 30 سنه، سي c'est déjà un monsieur ولا une dame. oui. يديروا حاجه اللي تعطيهم الامكانيات باش يديروا فراغ في مجال معين. اليوم رحت بار اكزومبل باش ندش السكنات تاع عدل، عندهم بروبليم تاع لي سوسيتي داسونسور 9 ايطاج، يروحوا لي سوسيتي الكبار هذوك. قلت لهم انا وعلاش شاك ايمابل برك شاك كاج فيها 2 4 6 8 10 20 لوجمون، ديروا ستارت اب واحد هو اللي سوكيب، هو يهتم بها بشويه بشويه، ومن بعد يولي سوكيبي دون تروك ايتا فوالا. دون تو لي دومين في لاغريكولتور، فلاحه. رحت لتندوف لقيت واحد السيده اي بي افيك سا في عندهم تاع لارغان، هذاك لا بلونت اللي يدير لي زويل سورتو بور لا بو اكسترا. بالك ليتر دارغان يفيه 1000 يورو دير فيها بيديها، تعصر هكا في بيديها. ايبا ديروا ستارت اب، لقينا اليوم لقينا فيك المينيستر دو لاغريكولتور، درتو مع نتاع لي ستارت اب، يا اون ماشين بتيت ماشين كوم سا، واحد يروح ينجم يهزها يشريها، يهبط لتندوف يبدا يخدم يدير لك اي فاس فير دو لارجون اي فا ريغلي ان بروبليم اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك لافنير سي لا ميكرو انتربريز. اعطينا امكانيات الان مع السيد رئيس الجمهوريه، الى دوني دي انستركسيون لي دام لي قاعدين في الديار تاعهم وما يخدموش، حبت دير ام تي ميتي، حبت تشري ماشين، حبت في الريف عندها بقر ولا عندها ماعز، حبت دير دي فروماج اكسيتيرا، اون ليد اون لي في دو لا ميكرو كريدي، دو ميكرو كريدي سادير ستين كريدي، ماكش تعطي لها الدرام تقول لها روحي تاكلهم وخلاص، لا ميكرو كريدي. دونك اعطيناهم كومونس على حساب المشروع، نتاعها، على حساب المشروع نتاعها. اي سي ان فون ثاني، سي با لا بونك كلاسيك هذيك اللي دير لا بيروقراطيه هذيك. اي سي سي كوم سا كون فا ريفي لي ذاك، اون فا ريغلي ان تون سوا بو لو شوماج، نقصوا شويه من الشوماج والناس تعود عندهم الامل. سادير الناس كيما انتيريس دو ردوني ليسبوار. صحيح. وجان نوتر بي. السيد الوزير الاول، بالك كاين دي جون اللي راهم يسمعوا فينا دوكا، وكاين منهم اللي حقوا الامال تاعهم، داروا المؤسسات المصغره تاعهم، وكاين بالك واحد اخرين اللي عندهم المؤسسه المصغره تاعهم بصح جراء جائحه كورونا مع الكوفيد هذا اللي توقف. الناس كاين بزاف اللي توقفت 4 شهور 5 شهور ما خدموش وما عندهمش ليكسبيريونس كيفاش يقدروا يعاودوا. كيفاش رايحين تتعاملوا معاهم انتم؟ درك احنا الفينومين تاع الكورونا على بالك عالمي،
نجميش حتى وتحبي تعاملي مع الخارج ما نجموش نتعاملوا الان في مشاريع ولا في تعاون ولا الى اخره. درك الناس هذم هما لازم احنا نحاولوا اولا بدينا في مساعدات الناس اللي خرجت من الخدمه ولا هذاك بدينا نعطيهم مساعدات ماليه، ولكن تيتر اكسبسيونال يعني قلنا احنا المنطق درك ما هذيك تاع تساعد تمد ما جاتش ما ديتش مديش بعيد. درك احنا تو سي جون لا اون فاي سي لي زورغان دو فوار افيك او افيك لو يا لو مينيستر نسيم كي فا كي ا بري اون شارج لا ميكرو انتربريز. وقلنا له دير احصائيات شوف مع مختلف المؤسسات ونحاولوا كيفاه نعطي لهم قاعده باش يعاودوا ينطلقوا من جديد. ان اتوندون الكورونا مازال وزاد هذه الايام شفتي كيف فتحنا الحجر هذاك الصحي. الناس مع الاسف وهذا نقولها لكم يعني في المناسبه هذه للشباب لازم ينبهوا الناس، ينبهوا لوالديهم، ينبهوا هذاك بلي كيفاش الناس عرس على بالك داروا عرس في واحد المدينه ما نسميهاش لا ماريي اي لو ماري اتان دو كورونا ولاو في المستشفى علاه؟ وحنا نقولوا يا ولدي اجلوا معليش واحد شهر شهرين ثلاثه ان شاء الله نخرج نتعافوا ونديروا فرح كل مع بعض. لكن الناس ما يظهر لي ناس مش واعيه بالخطوره. اليوم او زيتازوني 50,000 احنا رانا في نسبه مئويه مقبوله يعني الحمد لله، لكن الناس راهي تمرض وراهي تروح المستشفيات وبدات الخطوره تبان. إذن كان ندائي في عندكم هو الشباب حذاري، لازم توعيوا الأهل تاعكم وتوعيوا العائلات تاعكم وحافظوا على والديكم وحافظوا على صحتكم على أخواتكم وعلى أخواتاتكم إلى آخره. نعم كما قلت تاني سيد الوزير الاول، هاد الشباب اللي راهم يسمعوا فينا قلت بلي رايحين تروحوا معاهم بالعقل باش يفهمونا خير، كي رانا هنا في اذاعه الشباب يروحوا على المستوى المحلي يرفعوا انشغالاتهم ومن بعد يتم التكفل بهم على المستوى المركزي. الوغ شوفي انا درك نطلب من الوزير نسيم يجي يحضر عندكم لهنا ومع ياسين كذلك زوج وزراء هكذا نوضحوا الامور يعطيكم التفاصيل. وهما سعداء لو كان قلت لهم راهم جاوا معايا تلقيتهم هذا وين تلقيتهم لهنا على بال كنا واش كنا درنا يعني دي بيت بنك جدد هذاك البنك فيهم نحيونا هذوك الحيوانات هذوك اللي موجوده في البنك هذوك والله العظيم يعني تشوف هذاك تكره البيت تاعك درنا شهداء ودرنا دي فيستيج اركيولوجيك متغاسن في هذاك نحاولوا نجدوا شويه هذه هي الجزائر الجديده دونك دروك نقول لهم يجيوكم يعطيوكم بالتفاصيل ويعطيو للشباب هذاك ويتحاوروا معاهم اذا كان ممكن. نعم دائما معك السيد الوزير الاول وفي الحديث عن هذه جائحه كورونا. اللي سيد الوزير الاول بينت قدرات كثير من الشباب يعني هذه الازمه هذه بينت قدرات كثير من الشباب في مختلف المجالات سيما في المجال الصحي ساهموا الشباب في مثلا الشاب اللي اقترح نظام خاص لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. هنا كثير من الشباب أنا جبتهم لهنا لهذا الاستوديو سيد الوزير الأول طوروا تطبيقات طوروا حلول تكنولوجية في المجال الصحي. بالأمس فقط كانت عندي واحد طبيبة شابة دارت تطبيق فيما يخص أخذ مواعيد مع الطبيب عبر تطبيق إلكتروني. أنتم سيد الوزير الأول كيفاش ممكن أنه تشجعوا هؤلاء الشباب يعني دعمهم من جهة وثانيا للمساهمة في إعادة تنظيم قطاع الصحة بالجزائر من جهة أخرى؟ شوف شباب بصفة عامة الجزائريين أعطوا درس للناس كل علاش بس خرجوا في ميدان الصحة يقول لك الصحة وما كان والو ولي ميدسان تاعنا ماهوش متكونين مليح اللونجاج هذاك ديفيتيست أنا يقول لك في الجامعة ما كان ندرس في طلبة نقول لهم يا ولدي عندي طلبة والله العظيم سيدي انتيليجونس انكرويابل انا كنت واحد الطالبه تقرا 10 بوكان بار موا 10 كتب تقراهم بار موا ويقول لك نو ما كانش اكسيتيرا نقول لهم كيفاش يا ولدي احنا رانا ندرسوا راني ندرس خدمتي نقول لك باللي كاين شباب اللي فيهم درك جات هذه الظاهره هذه برزت الاراده هذيك لانه علاش الحس نتاع الجزائري والجزائريه عندما يشوفوا وضعيه هكا
تبان الاراده نتاعهم هذه. صح ربما كانوا شويه متشائمين كانوا كذا، ولكن في امام هذا الخطر هذا، اولا الوحده، الوحده الوطنيه، الناس كل فاش تبليده واش صرا بليده، كي درناها الكونفينمون الناس الجزائر كامله راحت تتعاون في بليده. وفي في في المجال الصحي الاطباء شباب داروا واحد شيء، وزير الصحه سي بن بوزيد كي زار مختلف المستشفيات في البلاد حار، قال لي لقيت دي جون انكرويبل سو سون ساكريفي، دي جون مالوريزمون توفاو منهم دي جون، السيده هذيك طبيبه توفات الى اخره. دونك هذا احنا واش نحس واش نبغيو، هذا الحس اللي عند الجزائري والجزائريه يعاود يرجع الامل هذا، لان الناس الكل ما جاش عندهم امل في بلادهم ما كانوش يديروا شي هذا. دونك يفو كونتيني، حنا درك الدور نتاعنا كحكومه هو نشجع هذا الشيء، نعم نشجع الشيء هذا، فهمتني، تدريجيا نعطيهم الامل باش يواصلوا العمل تاعهم. وشوف نقول لك حاجه، ما تنجمش تخطى تنسى بلادك ولا تخرج تروح في بلاصه اخرى وتقول انا جي دي زامي سي دي بروفيسور دون دي غران يونيفرسيتي انترناسيونال، صح يخدم كل بصح عنده ساعه كي نتلاقاه عنده واحد الحزن هكا على وجهه، فهمتني، يقول لي مون بي سي مون بي. وشفت الجاليه الجزائريه كيفاش تحركت، دي بروفيسور اترافير لو موند اونتي دي زونسي اللي قراو وتكونوا اكسيتيرا وبعثتهم الجزائر بوبليك الجزائري كي اونفوي تو سو بو موند على الترونجي. رجعوا يعني في كتاب التليفونات في لا تيليفزيون اكسيتيرا اكسيتيرا، ويساهموا ويعطيونا في اراء، وانا باتصال ديمينون بروفيسور اوز ايتازوني او كندا اون فرانس اكسيتيرا. هذا هو الجزائريين سي هاد لا ريشيس هذه لازم نظموها ونخليوها تخدم بلادها. ولكن كيف سيد الوزير؟ كيف؟ يا بوكو نجيبوا ليجان خاصة مختصة تتبع كيفاش راح نقوموا باش؟ مو ليجان جيني كروا با، كي دير كوميسيون سا فو دير تا بون في ترافاي. فهمتني؟ سي لي ليسي لير دوني لي بوسيبيليتي لهنا، كسري الحواجز تاع البيروقراسي. صحيح. تحاور معاهم مباشرة. تحاوري معاهم. اعطي لهم اعطيهم ديري الثقة فيهم، فهمتني، الجيريان اللي الجيريان. Et on n'a pas plus d'Algériens que les autres, on n'est pas plus Algériens que les autres. أعطيهم الثقة نحيلهم الحواجز تاع البيروقراطية وقول لهم تفضلوا. عندهم إذاعة الشباب يعني. وزيت لو موديل. فوالا. شكرا لك. فيما يخص التربية، بالك كاين شباب اللي راهم يسمعوا فينا دوكا تلاميذ، وكاين اللي بالك راهم متخوفين أنه هذا الباك بالك هذا العام واش راح يكون كيما العوام اللي جازوا، هل فيه كلمة اللي تطمئنهم أنه الدورة مثل الدورات السابقة؟ لا الباك موش الظروف لا غالب فرضت علينا السياق نتاع كورونا، فرضت علينا كل شيء هذا، سواء في الجامعة سواء في المدارس. أنا حزين جدا أنه الناس طلبة التلاميذ ما يروحوش المدرسة، والأولياء متقلقين، شي طبيعي يعني، هذا شي قلت لك عالمي يعني، ما نجموش بصح احنا درنا يعني نظام باش البكالوريا تكون في أحسن الظروف، يعني نحافظوا على التباعد الكمامات، الناس يتراجع، ودرنا قناة خاصة التربية تبعوا فيها قناة الساتية مالك كيف أميليوري جي نوغيوري أنا. دونك كاين هذا، أنا يعني ندائي هو أن الناس تواصل في البيت نتاعها تخدم تعمل توجد روحها، وسيت ان باك عادي كيما الاخرين، فوتوا الامتحانات عادي وان شاء الله ينجحوا. ما تفوتوش المؤسسات سيد الوزير قبل الامتحان المصيري باش يراجعوا بالك كيف كيف ولا لا؟ ممكن نفتحوا في المودوت قاعات ك باش يديروا مراجعه، ممكن جدا ممكن جدا. ف بور لو سي بور لو بي ام بور لو بي ام خذينا قرار باش البيام يكون اجباري. علاه؟ لانه قانونيا هو ستان ديبلوم ناسيونال، شهاده وطنيه. نعم. والشهاده الوطنيه ما تنجمش اخرين تقول لهم فوتوا اخرين ما تفوتوش. صح. الطلبه الاحرار يفوتوا، لانه علاش لازم يفوت؟ هو الامل تاعو باش يروح يدير التكوين المهني الى غيره. من بعد تناقشنا مع اولياء التلاميذ، لقيناه غير اجباري. معناه ينجم يفوتوا، اللي عنده 9 و10 حب ما يفوتوش ما يفوتوش، اللي تحت 9 لازم نعطيو له ثاني حظ. صح.
صح كي فوتوا ممكن المعدل تاع نتاع البي ام ونتاع الثانوي ينجح فوالا. دونك دائما نحاول نتاقلم باش ما احنا ماناش لهنا باش نقمعوا ولا باش نفكروا من ناحيه البيروقراطيه, نفكروا من ناحيه البيداغوجيه. طبعا ودائما في الحديث معك السيد الوزير الأول, اليوم شفناك قمت بزيارة إلى العاصمة تفقت عديد المشاريع هنا في ولاية الجزائر, لكن الشيء اللي شفناه السيد الوزير الأول هو ما لفت انتباهنا خلال مراسم تسليم مفاتيح سكنات. شفنا كثير من الشباب بزاف ليجان كانوا حاضرين تماك وتسلموا السكنات تاعهم. يعني هل هذا سيد الوزير الأول راح يكون بما لا إن شاء الله تكميلة يعني باش نحفظوا حق الشباب من سكنات؟ والله أنا يعني ثاني شفت معكم ودرت ملاحظة للإخوان, قلت لهم والله فرحت عليها شو كلين تكلم. واحد قال لي أنا أستاذ, واحد قال لي شو إنجينيور, واحد قال لي نخدم في شركة فانية, واحد هذاك سيدة ثانية, واحدة قالت لي عندي زوج وليدات, واحدة قالت لي يعني نستنى, واحدة فريمون هذه لا جيل جديد جا صحيح. جيل جديد ستي نوفل جينيراسيون بون عاد الاقليه اللي عندهم شعر ابيض كيما انا عاد الاقليه هذه لا بروف انا وياها برك هو الباقي كل فهمتي هذا هو هذه سنه الحياه دونك هذه لا رولاف ان شاء الله. بي السكنات كانوا هايلين عجبوني بزاف وداروا سكنات اللي حاجه اللي عجبتني بزاف داروا سكنات للناس اللي عندهم يعني لي زونديكابي فهمتني ذول الاحتياجات الخاصه أميناجي فرانشمون سيتي مانيفيك. دائما معكم مستمعات مستمعين إذاعة جيلا فام, انتم الشباب اللي راكو تسمعوا فينا في مختلف ولايات الوطن واللي شرفنا بحضوره هذه الأمسية الوزير الأول السيد عبد العزيز جراد. سيد الوزير الأول وباش نختموا معك هذا اللقاء, الوقت مر بسرعة شفت صحيح نعم لا معكم انتم يمر هذا لأنا والله حبيت أنا أنه يعني المناسبة جات العصر صلاة العصر الآية نتاع العصر يقول كل عصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذن لازم نوصوا بعضنا بالحق حق كل واحد عنده حقه في هذا الوطن والصبر. الصبر يعني وش معناه الصبر؟ العمل والإنسان لازم يكون عنده نفس طويل وعنده منهجية وعنده إيمان في بلاده وفي الرب سبحانه وهذه هي. وربي يحفظكم إن شاء الله وإن شاء الله نتلقى كلمة غدوة الشباب الاستقلال الشباب باش توصينا يا ريت الشباب يكون يرجع لي ولكن واش نقول الشباب عندما نقول الشباب سي بار لا ميزون فون مو جي تروا غارسون اون في الله يبارك qui sont ma chair, qui sont mon sang, نحبهم ينجحوا, نحبهم يخدموا في بلادهم, وهذا خاص بكل جزائريات وجزائريين شباب. إن شاء الله نتمنى لهم التوفيق والنجاح والأمل, لازم يحافظوا على بلادهم ويعملوا ويديروا الثقة. نعم الثقة لازم الثقة. أنا نهار الأول عيني سيد الرئيس كلمة الأولى قلت لهم أنا جيت باش نسترجع الثقة بين الجزائريين. ثقة في الشباب فور تابلير لا كونفيونس وان شاء الله تدريجيا بشوية نوصلوا الى حماية هذا الوطن ونرجعوا السكة القطار في السكة نتاعو والجزائر تمر. وهذه مرحلة في تاريخ كما قلت لكم تاع 4000 سنة لازم الانسان ما يفقدش الامل. وبارك الله فيكم جبور ميرسي الله بارك فيك جزيل الشكر السيد انا ثاني اشكرك انا ثاني اشكرك بارك الله فيك ونتمنى تكون فرص اخرى ان شاء الله راني لهنا يا خلاص نهار نحب نجي ندير لاسيرونس نقول لكم يا خلاص شكرا لك الشباب مفتوحه وماذا بينا سيد الوزير الاول كي تحب تتحدث مع الشباب كاين قناتهم واذاعتهم تجوز عندنا مرحبا بك جوي فير انا بون مو عندك يبقى على خير شكرا يعطيك الصحه شكرا جزيلا سيد الوزير